نو نو ستي. احنا بعدنا حوالي 15 20 متر، هو ستي بالإشارة بس. اختفيت مرة. كويس والله، فضله جدا. واحد حاجة قدامه يعني الحاجات اللي حواليه كبيرة، يعني هو عنده كلاب وعنده قطة معدية وعنده مش عارف، والسور ده أصلا كمان هو اللي هو اللي شاغله كله. تمام، هو أصلا كده يعني، هو عملها كده مش شايفنا أصلا. فا هو لسه قاعد لحد دلوقتي، هو كويس جدا. هو ستي دي كانت معاه امبارح بس. تمام، واللي مشغله ستي عمرو اللي هو صاحبه، هو يعني هو يعتبر اللي عامل معاه الشغل ده كله. انا بس مجرد ان انا عرفته ستي. ستي نو سيستر ستي، اعمل له اشاره بايدك يا عمرو عشان هو فاهم. هو بس ما فيهوش شراسه، فابتدى يخاف من الكلاب اللي بتهوى عليه، عشان كده قام بس اللي هو مقلق. تمام، عمرو خليه يجي بقى، قول تعالى. ممتاز جدا، هو شغال بس ستي امبارح. تمام، انا بس عرفته ستي يعني ايه واشتغلت معاه ليه امبارح واول امبارح سوري. وعمرو هو اللي اشتغل معاه ستي في البيت يومين دول. ده برضه ده تاكيد على اللي شغل صاحب الكلب، هو الاساس، ان صاحب الكلب هو اللي قاعد معاه مش احنا اللي قاعدين معاه. يعني انا بس باجي للكلب حوالي ساعه ساعه ونص، ابتدي اشتغل معاه عشان يعرف يعني ايه امر، يعني ايه انفذ كذا، يعني ايه لو نفذت كذا هتديني مكافاه. وصاحب الكلب هو اللي بيشتغل معاه كل الشغل ده، هو اللي مطلوب منه اللي هو طالما قاعد معاه في البيت. تمام، 10 دقائق في 10 دقائق في 10 دقائق كده كده الكلب بيحب عمرو جدا، فنفذ معاه عشان يعني عمرو بيكافئه وبيدلعه كتير جدا، ما بيستعملش معاه عنف. تمام، الناس اللي هي بتقول لو كان ما نفذش اضربه او كده، لا، هو نتشه بسيطه بس من الطوق كده عشان هو ما نفذش زي اللي احنا شفناها في فيديو بتاع هيك. تمام، بس هو كده يعتبر سيزر واخد الاوامر كلها، بس الاتقان ده بيجي مع الوقت. عمر ما الاتقان بيخلص في كورس التدريب، اتقانه بيجي مع الوقت بتاعه. تمام، اللي هو احنا بعد ما نخلص الكورس اصلا سيزر المفروض اللي هو يكون مثلا يعني نسبه اتقانه يعني عارف الاوامر 100%. تمام، تعليم الاوامر عارفها 100%، لكن الاتقان بتاع الاوامر نفسه. تمام، ده هيكون مختلف. ده عمرو هيشتغل عليه، عمرو اللي هو صاحب سيزر ده هو اللي هيشتغل عليه. كل يوم هيفرق اكتر، كل ما الكلب يكبر يوم عقله كمان هيفرق. كل ما عمرو يشتغل معايا 10 دقايق الكلب نفسه هيفتكر الاوامر اكتر وهيبتدي يتقنها اكتر. تمام، بس هو كده كويس جدا.